الله الرحمن الرحيم. والله في بداية مباراة صعبة للغاية لا تقبل أنصاف الحلول، نبحث فيها عن 3 نقاط إن شاء الله ولا غير 3 نقاط، ومحاولة إن شاء الله تسجيل أكثر من هدف، ونحاول نحن نحسم الأمور إن شاء الله قبل المرحلة الأخيرة. تمنياتي إن شاء الله نحن نتوفق إن شاء الله، وإن شاء الله أنه تلعب الأدوار في أنه إن شاء الله يتأهل الهلال والعين إن شاء الله. أكيد أنا أعرف يعني نقاط الضعف ونقاط القوة في فريق العين، ولكن مو هذا الشيء الوحيد اللي بيجيب لنا الفوز. احنا متى ما اهتمينا فان احنا نظهر ان شاء الله بالشكل الايجابي والشكل اللي احنا عليه، راح ان شاء الله نقدر نحقق النتيجة. لكن اذا يعني اخذنا بالحسبان انه متى ما عرفنا نقاط الضعف ونقاط القوة حنكسب، ما في شيء اسمه معرفة، انت لازم تعمل علشان تكسب، وان شاء الله انه راح نكون في الموعد باذن الله. لا، المتابعة لمباراة التعاون اكيد انه شكل المباراة يعني واهميتها انها تفرق عن مباراة الاستقلال، لكن الفريق كان مسيطر على المباراة 90 دقيقة كاملة. فريق التعاون كان يبحث عن التعادل، وكان يعني محصن امور دفاعية يعني لدرجة انه ما كان يرغب حتى في الهجمة المرتدة ايضا، وحاولنا ان احنا نسجل، وصلنا للباب اكثر من مرة، ضاعت اكثر من فرصة حقيقية، لكن ما حالفنا التوفيق. يعني ما أتوقع أنه في هلالي وفي عاقل يعني بيتكلم في موضوع زي كذا. أمر طبيعي أني أنا أبارك فريق العين، هذا فريق أنا لعبت فيه، فريق أحبه وأحترمه وقدم لي شيء الكثير، سواء كان جماهيره أو إدارته أو منسوبي، وأمر طبيعي أني أنا أبارك له بفوز لقب العين في الدوري، خصوصا أنا تحديت أنه العين حيكون بطل الدوري قبل بدايته. لكن هذا مو معناته أني أنا ما راح أقدم شيء أمام العين، بالعكس. لا تنسى أن أنت تتكلم عن الهلال، أنا بالنسبة لي الهلال دائما أقولها وأبدا أنه غير عن أي أحد يعني بالنسبة لي، وبالعكس راح أقدم كل إن شاء الله أستطيع إن شاء الله. وأرجع أقول أن اللي حكى شيء هذا عنده مشكلة في تفكيره للأمان. هذا اللي إن شاء الله هيسويه إن شاء الله جمهور للمباراة المقبلة، وهذا العشم فيهم، وحتشوفون كثير يعني كان العتب على جماهير الهلال سواء كان من هلاليين أو من غير هلاليين، ولكن أعتقد أنه جماهير الهلالية راح ترد في المباراة القادمة إن شاء